تريد السفر إلى المدينة زائرا؟ بصحبة أمي إذا أذن أمير المؤمنين. لولا أن عمك بشر بن مروان أميرها لأرسلتك إليها واليا عليها. بورك فيك يا أمير المؤمنين، ولكني زهدت في الإمارة وقد جربتها. فكيف وجدت الناس؟ الناس هم الناس يا أمير المؤمنين. أخلاط من البشر تتنازعهم الأهواء، ليس من هم لهم إلا المال، قليل منهم الشكور. إن أعطيتهم طمعوا وما شكروا، وإن منعتهم صخبوا وفجروا. ليس كذلك يا ابن أخي؟ مهما يكن أمرهم فأعفيني يا أمير المؤمنين، عفى الله عنك. أتريد أن يقال إن عبد الملك قاطع لرحمه، ناقد لعهده؟ ما إن مات أخوه وولي عهده حتى أهان أولاده وأبعدهم عن الحكم وعزل ولده عن إمارته. حاش لله يا أمير المؤمنين، فما عزلتني، ولكني أنا الذي أعتزل. الناس خارج هذا القصر من حدود دولتنا من مغرب الشمس إلى مشرقها في أرض الصين، لا يعلمون ما يدور في مجلسنا، ولكنهم يحكمون بما يسمعون. فلا تكن ثغرة تنفذ منها سهام خصومنا وما أكثره، وارجع إلى ولايتك. فهل تأذن لي أن أزور المدينة ثم بعد ذلك؟ لا 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 لا، لا تجمع لأمك بين الحزن على زوجها والبعد عن ولدها ولهفتها على حفيدها المنتظر، واتركها مع امرأتك حتى تلد، وارجع أنت إلى إمارتك لتأخذ البيعة من أهلها بنفسك لابني عمك الوليد ولي العهد الأول، وسليمان ولي العهد الثاني. إن شاء الله يا أمير المؤمنين. أريد أن تصلني بيعة أهل إمارتك قبل الولايات الأخرى، لحاجة في نفس عمك يا ابن أخي. يفعل الله ما يشاء. وإن كان في العمر بقية سترى مني مما أدخره ما هو أهل لك يا ابن عبد العزيز. تراه فإنها وعكة سرعان ما تنقضي، كما ينقضي كل شيء. شفاك الله ورعاك يا أمير المؤمنين. ما لي أراك أشبه بالطفل الذي يخاف على أبيه. لا خوف ولا فزع ولا بأس عليك إن شاء الله. لماذا لم ترحل إلى إمارتك كما أمرتك أيها الولد؟ هل خفت على عمك أن يرحل بعد رحيلك أو قبله؟ أطال الله عمرك يا أبتي. أطال الله عمرك. شفاك الله يا أبتي. قرب مني يا ابن أخي. لبيك يا عماه. لقد زوجتك بابنتي وهي أحب بناتي إلى قلبي، وآثرتك بها عن كل بني مروان لفضلك ورعك، فكن عند ظني بك. يا عماه، إن فاطمة في قلبي هي الزوجة والأم والبنت والأخت، وعصمة لي في كل أمر من أمور دنياي. أعلم هذا عنك وأعلم هذا عنها، ولكني أوصيك بها خيرا وبأبناء عمك، وأوصيك بأخويك هذين الوليد وسليمان، ولو أخطأ أحدهما فكن له ناصحا، ولو أفسد فكن له مصلحا، وقد أوصيتهما بك.
إنه ابن عمنا. إنه زوج أختنا، هو بمنزلة الأخ الشقيق يا أبتي. أوصيهما يا أمير المؤمنين بكتاب الله ليقيماه في عباد الله وبلاده وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيلزماها ويعمل بها ويحمل عليها الناس، فإن تمسك بهما فلن يضل أبدا. لماذا لم تأتي معك ابنتنا قرة عيننا؟ إنها على وشك أن تضع حملها، وذلك إذا أذنت لي ما أقعدني عن الرحيل. لعل كلينا لا يرحل قبل أن يسمع صراخ مرواني جديد فيه من عبد العزيز عبق أموي وأريج عمري. ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله. عبد الملك عبد العزيز عبد الملك عبد العزيز عبد الملك، فليكن اسمه عبد الملك يا أم عبد الملك. بارك الله فيه وفي أبيه وفي جده عبد الملك. سبحان الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، ملك الملوك، مالك الملك والملكوت. اللهم زده من فضلك واحميه من شر ما نمتلك. اللهم زده من خير ما نمتلك. بسم الله. سأذهب لأبشر جده وأستأذنه في العودة إلى تلك الإمارة المنفى. بسم الله. الخل. هذه نفقات بيت الوالي، بيت الوالي ليس فيه الوالي، خدم الوالي ينفقون أكثر من الوالي. كان الوالي ينفق عشر نفقات خدم الوالي. وأطلق المنادي بالجمع في المسجد يا عدي لأخذ البيعة لولي العهد الوليد بن عبد الملك. أمرك يا مولاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لما لا ترد السلام؟ تحية قلتها بقلبي وألجمت فرحتي لساني، والنور غطى على عيوني فلا أراك فهل تراني؟ أصبحت شاعرا يا أبا الدراهم. من لا يشعر بما أشعر به من حب وإخلاص لسيد الناس فليس من الناس. وكيف حال أهل بيتك؟ فرت مستنفرة واستراحت منها خناصرة، واغتمت منها بلاد القياصرة. وأولادك؟
في أحضان أبيهم، يؤدبهم ويربيهم، يطعمهم ويسقيهم. كيف حال الأسرة في دمشق يا أبا حفص؟ تأدب أمام مولاك يا لئيم. الأسرة بخير، ولقد أنعم الله علينا بوديعة من ودائعه فله الحمد. نعم، وديعة؟ هل هذا اسم يا مولاي؟ وديعة؟ كلنا ودائع يستردها صاحبها وقت ما يشاء. وديعة وديعة وديعة. بورك لك فيها يا أباها. بل قل يا أباه، إنه عبد الملك. عبد الملك عبد الملك وفرحته. عشان أمير عبد الملك، عشان أمير عبد الملك، وأبو الأمير عبد الملك، وأبو الأمير عبد الملك. اتق الله في سرك وجهرك، واعدل بين الناس، وإياك والظلم والبغي، فبهما هلك الملوك الأولون. واعلم أنها لو دامت لمن قبلي لما وصلت لي، ولو دامت لي لما وصلت إليك. وسترقد رقدتي هذه حين يأتي موعدك، فأحسب حسابها وتجنب عذابها. فأنت لا تدري ولا أحدكم يدري كيف أنا في ساعتي هذه. عفى الله عنك يا أبتي. وأحسنوا إلى ابن عمكم عمر، فهو رجل صالح صادق المشورة، وهو من قبل ذو رحم وقربة، ومن بعد ذو نسب وصهر، فأكرموه بحق عليكم. طب نفسا يا أبتي، إنه زوج أختنا، إنه ابن عمنا. وأنتن يا نساء بيتنا، أوصيكن بما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنات، وأنتن أعلم بما أمر ونهى عنه. سلمت لنا يا أمير المؤمنين. وأوصيكن بأن تهجرن الضغائن والحسد والبغضاء، فلا فضل لعربي على أعجمه إلا بالتقوى. أفهمت يا أختي؟ فهمت يا أمير المؤمنين. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم في البادية. أفهمت ما أقصد يا عاتكة؟ فهمت يا أخي. أيها الناس،
عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة، فإن الشيطان مع الفرد، وإن الذئب لا يأكل إلا الشارد. واعلموا أن من أبدى لنا ما في صدره من حقد أو حسد أو عصيان شققنا صدره، ومن نظر إلينا بعين الطمع في غير حق قطعنا الذي فيه عيناه، ومن أطاعنا فقد أطاع الله ورسوله وله علينا حق الطاعة، ومن سكت وألجم لسانه فقد آثر السلامة، وليمت أخرس خير له من العيش مقطوع اللسان. انهضوا فبايعونا، نحن الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين. أبايعك على الطاعة في الشدة والرخاء واليسر والعسر يا أمير المؤمنين. أبايعك على الطاعة في السلم والحرب والفرج والكرب يا مولاي الوليد بن عبد الملك. أبايعك وأعاهدك وأحلف بالله الذي لا شريك له أن أكون سيفك على رقاب كل من يخرج عن الصف أو يشذ عن الجمع، ولو كان ابن الحجاج الثقفي. بورك فيك يا أبا يوسف، هذا مكانك. هيا فبايعوا أمير المؤمنين، نصره الله وأعزه وأتم على يديه ما بدأه سلفه الصالح أمير المؤمنين عبد الملك رحمه الله، وجعله خير خلف لخير سلف، وثبت الله أركان ملكه في عقبه إلى أبد الآبدين. أيها المنافق، بدأت تخطط الإبعاد عن الحكم، ولكن هيهات يا ثقفي، هيهات. لا أدري هل أهنئك بولدك ابن أخي أم أعزيك في أبيك عمي. كذلك أنا لا أدري هل أهنئك بزوجك أمير المؤمنين أخي. أم أعزيك وأعزي نفسي في عمك أمير المؤمنين أبي. المصاب مصابنا والفرح فرحنا، وليس لنا إلا الصبر عند المصيبة والشكر عند النعمة. اختلط الحزن بالفرح، والغالب منهما بقدر صاحبه وما في صدر صاحبه، ولله الحمد في السراء والضراء. هل أرسلتم إلى زوجك يا ابنتي؟ لابد أن أمير المؤمنين الوليد أرسل إلى ابن عمه عمر يستقدمه أو يخبره. وأين كتابنا إلى ابن عمنا عمر أمير خناصرة؟ وبماذا نكتب إليه يا أمير المؤمنين؟ بمثل ما كتبنا إلى سائر الولاة، أن يأخذ لنا البيعة بالخلافة ممن عنده من أهل إمارته. أمرك يا أمير المؤمنين. ولكني أخشى. تخشى ماذا يا أبا يوسف؟ أن يضطرك إلى فعل أعيذك بالله منه، وأعيذ بني عبد الملك رحمه الله من التورط فيه. أفصح يا أبا يوسف، ماذا تخفي عني؟ يا أمير المؤمنين، لقد جعلتني لك مشيرا والمشير مؤتمن،
فإن سمعت مني ما تراه أصلح للخلافة فافعل به إن شئت، فأنت ولي الأمر. تكلم يا أبا يوسف، فما في رجالنا أحرص منك على خلافتنا؟ لقد بلغني أن الناس مفتونون بصهرك ابن عمك عاملك على تلك الإمارة، وله فيها أعوان يرونه أهلا من غيره للخلافة، وأخشى أن يوسوسوا إليه بالمنادات بنفسه خليفة وأميرا للمؤمنين، وهو بعيد عن هذه الأرض، وبيننا وبينها مراحل ومراحل. ابن عمنا لا يطمع في الخلافة، وقد رأيته وسمعته يعتذر لأبينا ويستعفي من ولاية العهد. كان هذا في حياة أبيكم، ولا أظن ابن عمكم فعل هذا إلا رهبة لأمير المؤمنين عبد الملك رحمه الله. لقد بايعني بنفسه وبايع أخي سليمان، وأنا أعلم عنه أنه زاهد في هذا الأمر، ولا أظنه أبدا يطمع في الخلافة. ظنك يا مولاي أصدق من ظني، وحسبي أن نصحت لكم. سنرى. ولماذا ننتظر يا أمير المؤمنين حتى نراه خارجا عليكم مناديا بنفسه مغترا بأنصاره وهو ابن عمكم، فتضطر إلى قتاله وقتله، فيقال إن أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك قتل ابن عمه عمر بن عبد العزيز؟ ويحك يا حجاج، فماذا ترى؟ أعزله من إماراته، أطلب يأتي إليك عزيزا كريما، أعطه ما يشاء من أرض ومال وإقطاعات ينشغل عنك، وترحمه من نفسه وأعوانه، وتحفظ للقرب حقه. اكتب إليه بهذا، وولي من شئت على تلك الإمارة. ذلك هو الرأي يا أمير المؤمنين، ثبت الله ملكك وأبقاه في عقبك إلى يوم الدين. انصرف أنت. تعزل أخي، أخي الذي وصاك به عمي أمير المؤمنين رحمه الله؟ لأحميه من نفسه ومن غضبي إذا ما طمع فيما دونه الموت. هذا ليس رأيك، هذا رأي شيطانك الثقفي. رأي صواب وقد وافق هوانا. لن ينصلح لك حال إلا إذا طردت هذا الشيطان. لقد وصاني به أبي رحمه الله كما أوصاك بابن عمك عمر. عمر الذي ولاه ثم عزلته، ونعم العمل بالوصية. شتان بين رجلين، أحدهما ينصح لنا ويضبط أمور دولتنا، والثاني يناوئنا ويجادلنا ويطمع فيما تحت أقدامنا. أقسم إن لم ترجع عن عزله فلن يظلني وإياك سقف هذا القصر. لا لا لا, لا تغضبي يا بنت العم، فقد عزلته عن ولاية صغيرة بعيدة نائية لا تليق به، وسوف أسند إليه أمرا يليق به كابن عم وصهر وأخ لزوجاتي حبيبتي. سنرى، وحذاري أن تخدعني أو تحاول أن تغدر بأخي. وبعد؟ السماء لم تمطر والأرض لم تسمر، فمن أين أدفع الخراج يا سيدي؟ ما قولك في دعواه؟ هو صادق يا مولاي،
فقد عينت أرضه ووجدت أنها لا تستوجب قدر هذا الخراج. أسقطوا عنهم الخراج وأعينوهم على معيشتهم حتى يرزقهم الله من فضله. أمرك يا مولاي. بارك الله فيك. أستغفر الله، أستغفر الله. بارك الله فيك. اللهم انصر. هذا هو العدل. كذا فليكن الولاة. أين أميركم يا غلام؟ من أنت؟ يوسف الثقفي الهارب؟ أعطيه هذا الكتاب من مولانا أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك أعزه الله. وقد مات أمير المؤمنين عبد الملك؟ لله البقاء. ادخل إلى مولاك. لا شيء يدوم، دوام الحال من المحال. إنا لله وإنا إليه راجعون. مات أمير المؤمنين عبد الملك. وأصلح الله أمير المؤمنين الوليد. أين الوالي الجديد؟ الوالي؟ إنه يوسف الهارب من القصاص. لكنه ولي أمركم مهما يكن أمره. أوقد عزلك أمير المؤمنين؟ لقد سرني أن عزلني. لكنه أساء إلى الناس. أمسك لسانك عن ولي الأمر. السلام على من في قصر الوالي. وعليكم السلام. أين رجالك وجنودك؟ أم جئت فردا؟ رجالي وجنودي هنا أيها الأمير، كما تركتهم يترقبون عودتي. وها أنا قد عدت، وإن لم أجدهم فإن السيف والدينار مجمع الجند والأنصار والأعوان أيها الأمير. عدي. مولاي. من أراد الخروج معنا إلى دمشق فلينتظر على أول الطريق. عفوا أيها الأمير. مهلا. ماذا تريد يا هارب الأمس ووالي اليوم؟ أن أنظر في سجل المال والعطايا والرواتب لعلي أجد. انظر كما تريد. وقف بين يدي وأنت تكلمني. إن كنت ذا نظر وبصيرة أنت ومولاك الثقفي الذي ولاك، وأرسل إليه بما تجده أو لا تجده. أمرك أيها الأمير. مولاك الأمير يا غلام الحجاج. مولاي الأمير. مرحى مرحى يا عامر، لقد جئتنا بكل أسرار خزائن ابن المهلب في أرض فارس. ولكن قل لي، كيف اطلعت على كل هذا ثم استطعت التسلل هاربا؟ هاربا؟ لقد ودعني بنفسه وحملني كل هذه الأوراق. إذن فهو يتحدى الحجاج. لقد استفحل خطره، ولا بد من مبادئته قبل أن يأكلنا. قل لي أولا، أين ستضعني؟ حيث تحب. خناصرة، اطوي الأرض طيا والحق بصاحبك قبل أن يستخرج كنوزك من بطون الناس، قبل بطن الأرض. ولي نصف ما تجده، اتفقنا؟ اتفقنا. أين الأمير؟ إن من جعلني بصيرا وأنا غير بصير. أنا بلا خوف من ذيب مغير أو لص نجير. مرحبا يا عماه، مرحبا. اجلس، تعال اجلس، اجلس. هل لا خوف إن شاء الله؟ هل حقا ما سمعت؟ عزل العدل وولي الظلم. أيها الشيخ الفقيه،
أنت لست في حاجة إلى من يذكرك بما تحفظ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاصبر ولعل الله يهدي من خلفني على تلك الولاية ويتقي الله فيما يفعل ويأمر وينهى. لن الله، لن الله يفعل ما يشاء. مزاحم. مولاي ماذا تحمل؟ بعض أموالك يا أبا عبد الملك. فرقوها كلها على الضعفاء ممن كانت لهم نفقة معلومة من بيت المال، فإني أظن ذلك الرجل سيقطع عنهم كل ما أمرنا لهم به من مال الله. انصرف أنت ومن معك، ما جئنا لقتالك وإنما لنودعك ونشكرك. مثلك لا يعرف الشكر ومثلك لا يصلح للولاية، لأني عفوت عنكم وها نحن نعفو عنك أنت ومن معك. السلام عليكم يا عمنا. وعليكم السلام يا من أهمنا أمره وأغمنا فراقه لنا وهجره. أرأيت عاقبة العفو؟ وأن تعفو أقرب للتقوى، صدق الله العظيم. والتقوى وقاية من غضب الله واتقاء لانتقام بعض الناس. أين كنانتك وسهامك وأقواسك ومن زعموا أنهم جنودك وحراسك؟ تركتهم يا عمنا. ما تركت بل تركت. ناديت فيهم من شاء أن يصحبني فأنا صاحبه، فما خرج معي إلا من دخلوا معي. ما حاجتهم إلى راع بلا غنم ولا غنيمة وصاحب بلا مال وأمير بلا إمارة؟ جاء فردا ورحل فردا. لقد نزلت لأودعك ووقفت لأستودعك. لا يستودع إلا المؤتمن، وأنت عندنا مؤتمن، فماذا تستودعني؟ إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لقد عدلنا فعزلنا، وأرسل فقوتل. وصدق فكذب، وأحب فأبغض، وأجار فطرد. فصبر فنصر، وشكر ففتح له، وأتم الله نعمته علي. صلوات الله وسلامه عليه. انهض وارحل قبل أن يحل الظلام، فما ظلام الليل بأشد من ظلام النفوس. عادت الذئاب تعوي من حيث طوردت. أريدك معي يا عما، أريدك معي. آفة العقل النسيان، ونعمة الصحبة الذكرى. أذكرك بما نسيت، اطلبه تجده، واحتسبه تجده معك. سبحانه، هو حسبي ونعم الوكيل. ها هو العدل تجسد، ها هو الحق.